الرجال في بلادنا متهورين. المرأة كتضبط كما قلت قبيله، كتضبط وكدير تتبع وكتبع، وهذاك هو سبب النجاح. ملي كتضبط وكتبع هو النجاح، ما فيش شك. هذا حنا شويه مزيان، حنا كنخدموا مع المغرب، ما ماشي غادي بوحدو، نكونوا صراحه مع نفوسنا. المغرب راه الا كتسافر للدول الاخرى، المغرب راه قطع مراحل. لا سيما هذه في 20 عام ديال الحكم ديال صاحب الرجال، الله يحفظه والله يحفظه وينصره، هو ان قطع المغرب اشواتك بحال هذا. 50 عام بالخدمه، باش نكونوا صراحه مع نفوسنا، خصنا نعترفوا بواحد الحاجه كاينه. في 20 عام ضربنا 50 عام، ما سهلاش، ولكن خصنا نكملوا. الا كتخدم شي حاجه كتخدم بجديه، ونهار عرفتكم وانتم كتخدموا بجديه وكتشريو، واخا ما كندكرش معكم، ما كانش شي تواصل كثير بينه وبينكم، ولكن انا عارفكم انكم كتقوموا بالواجب ديالكم، وصراحه انا كنشوفكم نتوما اللي كتحركوا بوحديتكم، اللي كتحركوا، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنوا انكم تفكروا تجيو لهذه الغرفه، ترشحوا تجيو لهذه الغرفه ديالكم. راه الغرفه راه ما يمكنش تكونوا خارج اللعبه، راه الا خرجتوا خارج اللعبه كتبقاو خارج اللعبه. وقمنا اننا كنا قلنا الوجود ديال الجمعيه خصو يبان في هذه الظروف هذه، وهاد الاتفاقيه غنعطيكم عليها واحد النظره صغيره، هي تتخص تمكين المراه عبر هذاك البرنامج اللي دايره وزاره المراه والتضامن، اللي هو اكرام جوج. وحنا ارتئينا اننا بالدعامه ديال والشراكه مع الغرفه دفعنا واحد المشروع اللي هو منصه للمقاولات النساء، منصه عن اللي هي منصه فيرتويل وفيزيك، اللي غتكون هي اللي غتبان فيها الواجهه ديال المراه المقاوله والشركات ديالها وشنو اللي هو تدير. واليوم حنا الحمد لله تاسيس الجمعيه المهنيه المقاوله النسائيه، وفي جميع اللقاءات كنلقاو فعلا الغرفه حاضره معنا معنويا وماديا. اذا اليوم ما علينا الا نشكر الغرفه وعلى راسها سي عباد، وتنشكروا جميع الإدارة ديالها كانت واقفة معنا فعلا باش وقفنا على رجلنا كجمعية مهنية المقاولة النسائية. كانت ملتقيات جد مهمة، كان الصيت ديالها وطنيا ودوليا. إذا في خلال هذه الفترة الوجيزة اللي ما كملتش سنتين من تأسيس الجمعية المقاولة النسائية، كانت واحد الأنشطة، كان واحد الزخم من الأنشطة اللي كان يعني فات السنة ديال التأسيس ديالها. كانت لنا ملتقيات، كذلك كانت لنا دورات تكوينية عرفناها هنا في الغرفة، وعرفناها في جهة الرباط سالة القنيطرة في المقر القديم بمدينة القنيطرة. السيدة ماريا عضوة لابيف وتريزوريير ديال هذه الجمعية، وحنا اليوم جينا من أجل توقيع الشراكة مع الغرفة، الجمعية ديالنا مع الغرفة، وذلك النظر ديالنا اللي كنشوفوا أن احنا ساعيين إلى سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق هذه الأهداف، ومن أجل النهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك ساعيين إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. تقوم الجمعية المهنية ديالنا للمقاولة النسائية بوضع تجربتها التي عاشتها لمدة فترة تقل عن 20 سنة لكل واحدة منا، وذلك بهدف مواكبة المرأة المقاولة، وكذا تقوية إدماجها اقتصاديا والتمكين لها في الحقل التنموي، بهدف تيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية حتى تكون مساهمة في نجاح اقتصاد البلاد، ولما لا في بعض القرارات الاقتصادية، وذلك مواكبة لتوجيهات صاحب الجلالة اللي دائما يناشد برفع من الاقتصاد الوطني وإدماج المرأة. ولما لا كنلاحظ أن هناك الكوطة في البرلمان كانت مهمة، ولما لا دابا كتكون الإدماج ديال المقاولة النسائية والمرأة بصفة عامة في الغرفة وفي المقاولة، ونحن راهن إشارات خدمة البلد ديالنا والوطن ديالنا. وكنشكركم على هذا اللقاء القيم. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.